اليوم كل شيء كان في المغرب. اليوم تكاليفينا دوزيام تور ان شاء الله من 1986 احنا كننتظروا هذه الفرحه. اليوم تحققت باذن الله في مجموعه كانت صعبه تضم كرواتيا كندا وبلجيكا. حققنا 7 نقاط من اصل 9. لم يكن اكثر متفائلين يتوقع ان يبلغ المنتخب المغربي هذا الكم من النقاط، لكن اليوم تحقق ذلك. معنا مجموعه مغاربه مجلبه تبارك الله عليك، مشط لي الدنيا. الفرحه ديالك شنو هي؟ مورا مول فوقيه تاو سير هاني كنتي كتوقع ولا بيني وبينك قبل ما تجي الكوب ديما كنتي تتوقع؟ هذه كانت كتوقع، كنتي كتوقع يربح الماتشات خصوصا هاد التشكيله اللي دار ولكن بوجلابه اليوم كان معهم وكان موجود على العرس تبارك الله. البلغالي ما كايناش عريس اليوم، عريس كنتي متوقع العفريت كنتي دير شي طوشي شي كوطي فوز كنتي لاعب اليوم. الحمد لله نتمنوا الدوزيام تور تا هو مشيو بعيد. الناس بزاف تيقولوا نقدروا نمشيو حتى للفينال. جلابه انا معاك، انا معاك. شوفوا هاد الجليليبه، شوفوا هاد الجليليبه عطيها الميكرو. الله 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 جلابه. الاسم ديالها الاسم اللي هيدرك هاد السميه ديالها. هاني هاني عطيفه الازرق، هاد العائله الازرق نحيوها تحيه. اخ صحراوي تا هو ها هو معاكم، ها هو كلشي فرحان. الله الله اللهم بارك اللهم بارك. الله صحاب الرباط اللي كاينين في قطر بزاف. شنو بغيتي تلعبي معاه؟ من بلجيكا كوستاريكا الالمان؟ حتى لا بلجيكا راه سالات، كوستاريكا الجابون الالمان اسبانيول. هادشي اللي باغا. الله 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 باذن الله تعالى ورضاة الله الوالدين. شوف الدراري كلهم دينين متخلقين الصلاه. الناس كيف يقولوا بجر، كيف يقولوا بجر. الناس كتدعي معاهم، امه محمد كتدعي معاهم، العرب كاملين كلشي كيدعي معاهم. انا كنت شو اسمحي لي قاطعتك، كنت مع ام ايليا الشاعر لي بولونيه الجنسيه واسلمت. قالت لي بالحرف هذه ام بولونيه ذات بولون، كتقول لي هذه ارض مباركه ابواب السماء مفتوحه. تصوري معايا اي امراه بولونيه كتقول هذه الهضره. الله يرضي عليك يا لاله. باش نقدم كاس عالم دوله عربيه مسلمه، المساجد الاذان التكبير ممنوع الحرام لا يجوز. الحمد لله هادشي المنتخب. دابا حنا بغينا المغرب، حنا المغرب دوزيام تور نهار 3. شنو غديري؟ غتشري تيكيته ثاني؟ غتلبس هاد الجلابه؟ انا عايشه هنايا ماشي نشري تيكيته، غنشري التيكيتات ماشي. الله اكبر. ولكن عطيني مول الكخشه. الكخشه ولا الكشخه ولا اش كيقولوا لها؟ كشخه كشخه مكشخه حبيبي والله انت مكشخ. ولد خوتها هذا اللهم بارك فرحان مع راسات. بان لي بسببك انت الناس نصيري وماركه. انت اللي كنتي كتعايروا من الكراده انت. خير جاب بلجيكا ربحنا تبارك الله من بلجيوم. بلجيوم يلا. تخلعت انايا ومشيت كتصدمت من فرق الحظ بدون هدف. انا تصدمت ملي شفت الماتش ديال كندا مزيان. قلت شنو تصدم الزوادون تبارك الله سميتو الغطره والعقال. هادي كضحك بزاف الدري بصح مع المكسه المغربيه ضروري خصني نمثل الحاجه ديال البلاد ضروري خصني. والحمد لله الحمد لله الحمد لله على التعلم. بيني وبينك كنت متوقع ان هذا المغرب يقدر يدوز دوزيام تور ضد كرواتيا ضد بلجيكا. امن بلادي علاش ما نتوقعش؟ ضروري خصني ضروري اليقين اليقين. الواحد اللي عنده اليقين كل شيء يدوز. كنتمنى نطيح ضد اسبانيا نطيحهم ضد اليابان اللي كان. وناحي قال لي اللي جا بسم الله. وناحي قال لي اللي جا بسم الله اخويا. وناحي اللي دار ماتش كبير اليوم شبعوا فيه معيور كي اليوم كان مزيان. لا لا ما كنشبعوش معيور. لا لا انت قاعد انت النقد البناء النقد البناء النقد البناء البناء تبارك الله. يا ربي يا ربي فمك ربي. تا سميتو هانتوما خصني نقول لكم كلشي. نصير مزراوي قلت لي بيفور ذا جيم واش كنتي كتوقع انه نديرو 7 بوينت ونمشيو بعيد؟ قال لي نقدروا نديو كوب دي موند علاش لا باذن الله. هذا نصير متفائل سبحان الله علاش لا. اولي سوبر كلشي مزيان دابا. الصوت باقي عندك هو هذاك انت باينه ما كنتيش كتغوت عطيها الستوريه انت واد مجلبه. اللهم بارك. شوف 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 اللهم بارك. هذوك انتو عاطينا السيلفيات انتوما. شكرا لكم تحياتي الله ينوركم الله ينوركم. كملوا هذا اللايف
اللي مع المغاربه كلشي المغاربه اليوم ناس ديال السيكوريتي تاهما الله يرضي عليهم دايرين عمل كبير ما شاء الله كيشجع المغرب المرشح ديالنا كاين هشام معنا اللي محيح ما شاء الله هشام هذا مورا سيدي الداتشي فيلي تبارك الله عليه برافو عليه خدام معنا ما شاء الله جا اول فال الخير على المغاربه اليوم تحياتي خويا مرحبا مرحبا هو هذاك بنتي لي فرحان مع راسك اليوم اللي ما فرحش لي وانا ماشي مغربي ياك اللي ما فيبراش ماشي مغربي سي 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 كي جاتك كي جاتك الريزلت اليوم هادشي التاريخ ما يتكررش الناس اللي حضروا لهادشي يعني تحكي لهم الفرصه اللي عيشوا واحد التجربه اللي ما من 86 كنتي شحال كان عندك ما كنتيش واقيلا مشروع حتى مشروع باقي حتى باك باقي ما تزوجش ولكن اليوم ها هو ولدو كيحضر لهاد كوب دي مون ديال الصوت بالعكس يعني كانت عندنا شكوك من بعد حضرنا في اللقاء الثاني ديال بلجيكا عرفنا بان ما كيف صغير حضرنا في الفريق الوطني هذا الملعب على فكره يعني هو ملعب فعال خير على المنتخب الوطني وي ربحنا فيه بلجيكا وربحنا فيه كندا مزيانه هذا المشجع كينتظر المانيا ان شاء الله يا ربي يا ربي ليش بسم الله ليش بسم الله خلاه نصير مزراوي خلاه اوناهي عمي مرحبا بك تفضل تفضل خذ الميكرو خذ الميكرو مرحبا الاستاذ سميتك الوليد هذا الاب ديالي الثاني مرحبا مبروك خويا الوليد كي داير بخير باين عليك فرحان وناشط غوتي اليوم خرجنا ما بقاش فين والحمد لله الحمد لله الدوزيام تور ارض مباركه الحمد راس لافوكا اليوم لافوكا اللي ساويه في تمام السوق العالميه الحمد لله الله ينورك شكرا جزيلا الله يكبر الواليده صيفط العاقه المغرب باقه هذا هو الشعار ديالنا اليوم صيفط العاقه مول الكشخه الكشخه تبارك الله هذه فوقيه عنده ما شاء الله هذا الاخ هذا ديما كنشوفو كيلبس هاد فوقيه كنربحو ان شاء الله مبروك عليك كيعشتي اليوم والله العظيم الاجواء والله تبارك مش حشيتها فوقي بعد اول مش حشيتها شوف شتيها من القطار هذه لا جبناها معنا اللهم بارك اللهم بارك الله 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 شوف 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 هاد الغزاله هذه وي 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 جاي من اكادير باش اللهم بارك المغربي صراحه حنا معاهم هنا من اللي بدات البطوله صراحه جبت سعداء وفرحانين على الاداء اللي كيقدموا وعلى التاهل ديالهم وكنشكروا دوله قطر على حسن الاستضافه والتنظيم كذلك كنهديو هذا الفوز هذا وهذا التاهل لصاحب الجلاله الرياضي الاول محمد السادس نصره الله وصراحة المنتخب شرفنا بزاف بزاف وبين بأنه منتخب ماشي سهل قدام منتخبات كبيرة وإن شاء الله كنتمناو باش أنهم يزيدوا يتألقوا في الدور الثاني شنو تبغي في الدور الثاني مع من لعبوا مع من تبغي؟ شوف اللي جا بسم الله اللي جا بسم الله قال لي أناعي ونصير مزراوي قال لي نقدروا نديو كوب دي موند شنون هما بسم الله الرحمن الرحيم فينك الفريق ديال شنون فينك نقلبوا لك فريق ديال شنون بغينا يجي غنربحوه حتى هو ان شاء الله عطي لي هاد الفتاه هادي منوره لي هاد كوب دي موندي سمك الله بها سمك مريم شرفين مريم غوتي ولا عطيتيها الستوريات اليوم بلا ما تقي الستوري الصوت والاكسون ديال الشلوح ما شاء الله شجعنا المنتخب فرحانين بزاف من بعد فوزين على فرق اللي قويه جدا ما بين الفرق الاقوى في العالم الحمد لله كنتمنى التوفيق لمنتخبنا في الدور الثاني ان شاء الله باذن الله العربي الاول اللي كيتاهل قبل هاد الماتشات بثلاثه كنت متوقع ان هاد المغرب هاد المنتخب يدوز انا كنت متوقعه كلكم كنتو متوقعين اللهم بارك لا لانه الفريق قوي المدرب عنده كفاءات اللي كتخوي يعني برافو الجامعه في حيده واحد ودارت واليد ياه برافو للركراكي وبرافو للوليدات ديالو المنتخب ديالنا كنتمنوا لهم التوفيق وكنتمنوا انهم يبقوا على نفس المستوى
ويتحسنوا اكثر الجلده يحكوا الجلده يحكوا الجلده لانهم عندهم الكفاءات وعندهم القدره على ان يوصلوا الربع والنهائي ان شاء الله. هذا نحكوا الجلده هذا الاخ معنا تبارك الله نعم خويا بينو بينك تبارك المغرب دابا نايده نايده المغرب اليوم وبالبلال بالبال اخويا اشوف هذا والوالده صيفط العقاره المغرب باقه والله ما زال حنا 16 يوم هنا دابا والله 16 ولدي خليتو يلاه زاد عنده شهر اسمع واش خاصك تسمي دابا خاصك تسمي شي سميه هاد الوليد سميتي ولا با واش سميتي لقمان او ترى سيدي لقمان وانت خليتي نصيري خليتي الصاعد الحميد ويلي يا صاح الهداف اللهم بارك الهداف اسمع اسمع نقول لك هذه اسمع أنا همام هو عبود عبرنا الحدود لمساندة الأسود الله 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 شوف غير أشوف اللهم بارك اللهم بارك هذا الشعر هذا طلع على غير قدر ولا شيء والله العظيم أنت تحت علينا شي مزيانة وسبحان الله العظيم تحت علينا ما عرفتش هذه الأرض السعيدة اللي دايرها لا لا إن شاء الله يكون خير إن شاء الله أنت تحت علينا لا لا هانية كل شيء لايف هانية الهيبة كل شيء مزيان بارك الله فيتو هشام السملالي هشام السملالي محمد بن سالم ومريم السحمودي كنشكروهم جزيل الشكر اجي الأستاذة البغين ديالنا اجي مرحبا كونغراتيليشن كونغراتيليشن مروكو مروكو هاو دو يو فيل هاو دو يو فيل مروكو فيفا مروكو فيفري فيفري مروكو دانس Oh, yes. Where are you from? Where are you from? Botswana to Morocco. Oh, yeah. شكراً شكراً. All countries. كل العالم كيشجع المنتخب المغربي. نعاودهم شو نقلبوا لبال لينا شي واحد. نهضروا مع هذا الإنجاز الكبير دي المنتخب المغربي. صراحة إنجاز كبير. الساحة خوات دابا. لأنه كل شي كيقلب على البيس. كل شي غادي لسوق واقف باش يبلبلها. باش ينشطوا. غادي نمشيو. واحد المكان اللي توا فيه المغاربه انا معاكم انا معاكم القلبه المغرب تحياتي الناس السكيورتي دايرين عمل كبير برافو عليهم نشوفوا هاد الاخوه الاخوه اللي فرحانين السلام عليكم خويا فرحان مع راساتك اللهم بارك ناشطوني عندك ما شاء الله ملكي ملكي انت انصر الله ينصركم واش اللي كان اليوم المغرب دار ماتش كبير ياه شنو يعجبك اليوم شنو يعجبك بزاف تبلاه ديال ديال تبني مني في العيس جا المدارس كاملين كلاهم الركراكي في هذه البطوله احسن فرق في بزوج احسن كلاسيه دوزيام ولعبنا مع كرواتيا احسن مليو في العالم لوكا مودريتش وبالعرض لافوكا اللهم بارك لافوكا اللي ساويه الثمن برافو عليه قبل لا صراحه قبل هاد المجموعات قبل ما نلعبوا واش كنتي متوقع ان هاد المنتخب يدوز لا ما تقول لي كنت متوقع كنتي متوقع ولا لا انا كنا نقولوا ايوا الدراري راه كيسكين جاتو جا في شهر 9 قليله يعني شويه وعلى باش يوجد وين مباراه تشيلي باراغواي باراغواي تشيلي باراغواي وي كرواتيا شويه كنا التعادل سيرتو البرومي ماتش كتكون واحد الخوف صراحه الحمد لله دابا طعم عزيز اسمك الله وليد 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 الله وليد ناس ديال وجده وجده بعيده يا اخي القدر المغربي تمشي بعيد حتى هو حيت من كازا لوجده خاصك طياره 24 ساعه في التران باش توصل يعني 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 من هنايا حنا نمشيو بعيد ان شاء الله نمشيو للوسيل عرفتي الوسيل من التمام خالو هذا خالو اسمه خالو خالي خالي عبد الغاني تينيالي اليوم غيمشي معايا الصوت عبد الغاني عبد الغاني فرحان مع راساتك شكون اللي بغيتي المغربي يلعب في التومون شكون معاه من بغيتي يلعب انا غادي ناخذ واحد الجمله ديال السي نور الدين مرابط اللي جا مرحبا به هذا المكان اللي جا مرحبا اللي جا بسم الله اللي جا بسم الله قال ها اناحي اليوم ونصير مصراوي انا صدمني قال لي نقدروا نديو كاس العالم نصير تيقولها بالحرف لاعب ديال بايرن ميونخ الحمد لله الحمد لله لا وين بنراكي ولا لعابه قاموا بمباريات ثلاثه مباريات جميله جدا 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 الحمد لله فرحونا فرح المغاربه كامله اللي جينا من جميع انحاء العالم زين المنتخب الوطني الحمد لله فرحونا دابا حنايا حنا لا وين نمشيو ولكن رحنا كنشوفوا يعني الوالده غتصيفط العاقه باين محمد راه باقا وشاده راه باقا شكرا للوالد الكراكي بزاف بزاف دار وجيز
درنا واحد المنتخب كبير عالمي لانه غادي حتى الفرق الاخرى غادي تخلع منه وتخاف منه وتخاف انها تقابلو. نتمنوا انه ديجا مرحبا به نكونوا عازمين اننا نديروا واحد النتيجه ايجابيه ما بقاش نقولوا سيئه تاهلنا للدور الثاني وغادي نبقاو دابا مع شي مشكله تقيله تكسنا لا نكونوا عازمين اننا غادي نحققوا نتيجه ايجابيه وندوزوا للدور الربع ولا الدور النصف ماشي مشكل. المهم لقيتي شنو تعاود لولادك؟ لا لان من 86 انا بعدا لا تزوجت غنحكي لولدي انني كنت باقي ما تزوجش الله يجوزني. عشنا واحد كاس العالم تاريخي لانه اخر كاس العالم اللي غتكون فيه المتفرقه دابا غادي مشغول ديال الامريكان ان شاء الله ان شاء الله. ولكن عشنا واحد الحدث التاريخي اللي ب 86 بداش الدور الثاني الحمد لله دابا غادي يبقى المغرب وهاد الانتصارات اللي دازوا هاد التاهل غادي يبقى تاريخي. ملعب تماما اللي فان خير علينا وثانيا انا كنقول بلي تفائلنا بولندا لانها تاهلت خاطر تاهلت بولندا تاهلت وفين كتكون معنا في 86 وتفائلنا بكندا لانها تاهي جات في 86 وتاهلنا وان شاء الله يا ربي نتلاقوا مع المانيا ونتاهلوا لها ديال 86 كعقليه دابا ان شاء الله ان شاء الله في الكوفره وديال الزاكي ان شاء الله الكوفره. عطيني عطيني المشجعين مسكين هذا تعذب مسكين مع الدرابو هذا واحد التحيه الله يخليك سير تحيه هي مارس كامل في مكانو والقبيله هلاكه في مكانو في المغرب وفي فرنسا قبيله شنو هي قبيله شنو قبيله انغال الله 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 هادو هما اللي كيديروا الرقاده ناري نتوما عندكم ورد صحيح لقينا الملايريه الملايريه ديال وجده كاينين هنا خاص للسي حسن من مدينه بركان وتحيه للناس ديال بركان كاملين كاملين. ها هو الصوت رجع اخوتي لانه كان مشكل في الميكروفون. ها هو كاين معنا استاذ لا لا اسمك بعدا سميتك اخويا سميتك جناح محمد هذا هاني هذا ديالنا هذا سير جناح تبارك الله الحمد لله على الانتصار وليد الركراكي الحمد لله شرفنا بزاف وخلانا قدام اجناس ما كنفتخروا باننا نغيرها وهذا الانجاز الحمد لله كنتمناه مازال اكثر بالرغم انه انجاز تاريخي كان وقع مره واحده في 86 هذه المره ان شاء الله نزيدوا خطوه لقدام الربع المالا نصف النهائي ان شاء الله ان شاء الله نصف النهائي علاش ما ندوش كاس العالم ما تحلمش ان شاء الله بحال ما راه فابور ما كتخلصش عليها عندنا احسن لاعبين في العالم الحمد لله احنا فرحانين كل هذه النتائج اللي وقعت في المنتخب نتمنى ان شاء الله نسول اخر يا ربي امين فمك ربي ان شاء الله نتمنوا اننا نمشيو لكوب دي موند كما قلتي موجد راسك اش كيقولوا لها المانيا ان شاء الله لا موجد راسك قطعت تيكيتا نهار الثلاث ان شاء الله غنلعبوا توم ان شاء الله باذن الله نهار الثلاث لا باقي حتى الليل الليله كامله غنكونوا حاضرين ان شاء الله في الفان زون ونشوفوا شكون اللي غيربح ان شاء الله واش المغرب ولا تحية الصحافة كاملين في مكانه جملاكم نورين جمل الإعلاميين راكم شكرا لهم جميعا شكرا تحياتي لكم دراري خوتي وما هذاك هذه في اليوتيوب غنهم بعد ولكن دابا اللايف اوريزون تيفي لا خذ اوريزون تيفي اوريزون تيفي في اللايف اوريزون تيفي اوريزون تيفي شكرا مرحبا خوت كلشي فرحان صراحة كتشوف هاد المغاربة فرحانين ما شاء الله كلشي محيح كلشي ناشط كلشي مهيص خونا في الكرونة مبروك عليك اخويا فرحان مع راساتك يعني الصهد والعرق وكلشي ذهب سودا كنت متوقع انه المغرب يدوز دوز نتوما صراحه كنا كان عندنا شويه ديال الامال مي على الورق ما كناش فابوري في الجروب حنا مع المصنف الثاني برافو لك اول واحد كيجيني صريح اول واحد كلشي كيقول لي لا كنت متوقع حتى برافو لك كرواتيا فيناليست كندا ربحات الامريكان جاتي الاولى في التصفيات ديالها الحمد لله الدراري كانوا رجال وباقي الخير قدام دابا باقي يلا قلنا بسم الله وكما قال امرابط اللي جا بسم الله نقدروا نمشيو بعيد نقدروا نمشيو بعيد علاش لا كنظن الخصم اللي غنلعبوا ضد الدور غيكون عنده اهميه تلعب الالمان ماشي تلعب كوستاريكا ولا تلعب اليابان كل شيء راه من جميع الفرق مي كنظن كوستاريكا ولا اليابان غيكون عندنا افضل ان شاء الله ولكن كيما شتي اللي ربحنا بلجيكا وتعادلنا مع كرواتيا بعد نقاط على تعود ممكنه فاي حاجه ممكنه ان شاء الله خويا اسمك الله اسمك الله الفلوس باقه كاينه ولا سالات؟ لا صيفط اللاقه راه المغرب باقه ان شاء الله شكرا خويا وليد الله يحفظك هذا هو التيرا اللي جبنا فيه الكاليفيكاسيون هو هذا تماما واخا فيه طريق الى كابول ولكن كان فيه الخير علينا الحمد لله على كل حال مبروك علينا المغرب مبروك علينا كاملين مبروك علينا كاملين
خونا حفيد مبروك علينا مبروك علينا مبروك علينا كاملين كي داير بخير بخير مبروك علينا كاملين وهذا كلشي بلا ما نزيد هضر سير حفيد فرحان ديما فرحان حفيد كنت تلاقى مع المغرب كيربح عندك لايك صافي سيت نهضر معاك كنا المغاربه فرحانين كل شيء فرحان كل شيء هو داك ناشط الحمد لله على كل حال تراري غنخليكم نمشي للسوق واقف شوفوا الاجواء ولا نمشيو جيت البيس شوفوا شنو واقع ثاني في اجواء كل شيء المغاربه فرحانين الحمد لله على كل حال تحياتي لكم.